لو الحكايه فيها ان فيتو ده هي جايه قالت له انزلي ونادهت وحيات لا اله الا الله قالت له انزلي يا طارق انزلي انا مني واحد انا بقول لها تعالي وقصير الشر راحت قالت لها انا عرفت منين عشان اجي معاك استنى يا استاذ هي لو عايزه عيالها طب ما احنا بنشوف ولاده معاه على طول ابنه دوت ما كانش بيفرق لو هي عايزه اطفال ده ليل ونهار ولاده في ايديا عيني رايح جاي بيهم شغال نجار والراجل اللي شغلنا وهو كان في منتهى الادب والاحترام احنا سمعنا ان بيقولوا مامته نزلت ضربتها مامته كانت ما كانتش هنا ده كانت في الشغل عشان نتصل بيها نجيب ده احنا اللي كنا بنحوش ولا لها سنه على حد والست شغاله بتنزل الساعه 6 الصبح بتيجي الساعه 6 بالليل ما كانش يقول لنا الا يما والله العظيم ماشي والله ايه يما عامله ايه قول له ازيك يا طارق كان في منتهى الادب والاحترام مع الحته كلها ما كانش له حس في الحته بصراحه ربنا سمعتها سيئه من قبل كده يعني هي سمعتها سبقها في منطقتها فيكو